ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل حلاوه الدقيق اللي هي معروفه ان زمان بيسد الحنك. هي عباره عن دقيق وسمنه وميه وسكر، ده الاساس بتاعها. هنحمر الدقيق والسمنه. هنا بنعمل جناش، قلت اوريه لكم برده لاساس ان هو يبرد قبل ما اخلص حلاوه الدقيق اللي بعملها. هندوب الزبده في اللبن، وبعدين اول ما تسيح نحط الشوكولاته زي ما انتم شايفين. خلاص ساحت، نبدا بقى ايه، نحط الشوكولاته. اول ما بتغلي كده احط الشوكولاته على طول وابدا اقلب فيها برضو ان هي تسيح. هنا خلاص دابت الشوكولاته والزبده واختلطوا كويس، اقلب. انا عملت الجناش قبل كده في فيديو قبل كده. هنا بقى نرجع تاني لحلاوه الدقيق، نقلب فيها، وكون في الوقت دوت محضرين ميه وسكر ومقلبينهم كويس. المقادير طبعا انا كتبتها لكم، وارجع اقلب تاني في الدقيق والسمنه. السمنه بقى الفلاحي فيها طعمها تحفه. اقلب كويس، نحط السوداني عشان السوداني بتاعي ني اللي هنا، لكن طبعا لو السوداني مستوي مش هنحطه في الوقت دوت، نحطه في الاخر خالص. لكن انا السوداني كان عندي ني وقلت حمصه، وفي نفس الوقت هينزل الزيوت بتاعته مع الخليط هيبقى طعمه حلو. نحط قرفه كمان، طبعا ديت اللي بيحب القرفه تمام، مش بيحبها ما تتحطش عادي برضو، بس انا بحب احط القرفه فيها بتدي لها طعم حلو. ونبدأ نوردك نقلب لغايه لما الدقيق يغمق معانا. وكل ما بتتحمر اكتر طعمها بيبقى حلو. وطبعا بردك درجه الليونه بتاعتها، يعني لما اجي احط الميه والسكر كل واحد بردك على حسب ما بيحبها، بيحبها طريه قوي بيحبها ماسكه نفسها. هنا اهو حطينا الميه والسكر بتاعتنا اللي احنا عاملينها، ونقلب. الكل هيشربه دلوقتي، دي هيشرب كل الميه زي ما انتم شايفين بدات تتجمع معانا وطريه. لو عايزينها طريه عن كده برضو عادي، بتضيفي الميه زياده شويه. هنحط بقى الزبيب وجوز الهند ونقلبهم. هنبدا هنا نشكلها عشان انا عايزه اعملها كور. احنا ممكن دي تتاكل كده في اطباق عادي جدا، بس انا عايزة اكمل بقى حلاوة الدقيق دي اعملها حاجة حلوة زي اللي بنجيبوها من عند الحلواني. الكور دي ممكن كمان نسقطها في شوكولاتة سايحة ونطلعها، لكن انا هنا هحط عليها صوص الجناش. اول حاجة هحط الكراميل، ده صوص تاني برضه انا كنت عاملاه في القناة برضه، هتلاقوه موجود لو حابين تضيفوه طبعا للوصفة دي، او لو مش حابين تضيفوه برضه عادي مفيش مشكلة. الجناش طبعا كل ما بيبرد كل ما بيبقى سميك اكتر وهيفضل ثابت عليها. طبعا انا هنا برضك ما استنيتش قوي ان هو يبرد عشان كده مش معطي حلوة الدقيق كويس، بس هو كل ما بيبرد بيبقى سميك. نغطيها كويس من كل ناحية. انا هرجع احط طبقة تانية برضو بعد كده زي ما انتم شايفين. هنا بعد ما حطيت الطبقة التانية هرش عليها برينكلز او جوز الهند، او ممكن ما ارشش عليها حاجه خالص عادي يعني. وهحط كمان صوص الكراميل عليها برضو بيدي لها طعم حلو من فوق وشكل كمان حلو، طعمه حلو قوي جميل. الولاد هيفرحوا بيه، جربوه يا رب يعجبكم. وبالهنا والشفا.